السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ داخل المغرب خارج المغرب، جميع خوتي كنسلم عليكم. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله خرجت مشيت ضربت الشوكه الثانيه ديال كورونا وجايه نجيه للدار. نطلب الله ما دار لي لا سخانه لا والو، ما ضرنيش زعما تنتمنى. والمهم انا غنمشي للدار نشارك معكم واحد الوصفه شويه الصداع ديال كورونا بزاف. هانتوما خوتي، انا راه باقي كندير الكمامه، حتى كنخرج كندير الكمامه، كندير احتياطات. كل واحد يدير الاحتياط ديالو خير. ايوا هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا ان شاء الله نمشي للدار نشارك معاكم داك الوصفه. كنتمنى من الناس اول مره كتشوف القناه تنساش يضغط على الزر باش يوصلو بالجديد. وهانتوما معايا خوتي، تنوصل ان شاء الله للدار. انا قربت حدا الدار حيت قريبه، مشيت غير على رجلي وجيت على رجلي. ايوا هادشي اللي كاين. كون مرة كتبغي تشارك معكم أي حاجة، تكون فاطمة كتبغي تشارك معكم أي حاجة، داكشي لي درت غنشاركو مع خوتي. نتمنى الفيديو يعجبكم وشكرا لكم بزاف. هانتوما باقا في الزنقة الشارع، الطونوبيلات تبارك الله، راكم عارفين الدار بيضا عرف الطونوبيلات. إيوا أش غندير، هادشي لي كاين. يلا خوتي هانتوما معايا، تنتلاقاو في الدار إن شاء الله. خوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا رجعت معكم، جيت من الزنقه، كيف شاركت معكم الفيديو ملي كنت جايه مع الطريق. دابا انا جيت وغنشارك معكم الوصفه ان شاء الله باذن الله، وانتم معايا ان شاء الله. نرجع معكم على المقادير ديالها، سهله متناوله للجميع. وجيو معايا باش نقول لكم الوصفه شنو هي ان شاء الله يا ربي باذن الله. شكرا لكم بزاف بزاف، تنشكركم على التعليق ديالكم، كنشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه، كنشكركم بزاف بزاف. ما تساونيش من جيم فضلا وليس امرا. شكرا لكم اخوتي، وجو معايا على الوصفه اللي قلت لكم غنشارك معكم. نقلب الكاميرا ورجع مع اخوتي. ها انتم المشاهدين، الوصفه اللي قلت لكم نشارك معكم هي هذه. غنشارك معكم واحد الصوبة، راه ساهله وكتجي زوينه ولذيذه وكتجي صحيه ومتناوله للجميع، ما فيهاش شي حاجه صعيبه وبسيطه. غنشاركها مع اخوتي، وصحية وفيها فيتامينية وكل شيء زوينة. نتمنى بغيت نشاركها معكم. ودابا مع الصيف داكشي هي اللي تتشرب الحليله وداكشي كتجي ثقيله. دابا صحيح سخون، غنشاركها مع خوتي زوينة للعشاء. كتجي خفيفة للعشاء مع شي حاجة، تزيدو معها شي حاجة والوحدة وتعشى وسهلة. عندنا هنا البطاطا، جوج بطاطات هانتوما، عندنا بصلة هي هادي، وعندنا البوارو. هاد الصوبة هادي كنسميوها ديال البوارو، هانتوما البوارو. عندي هنايا جوج ديال ثلاثة د القبيطات، ماشي قبيطات، ثلاثة زعما د الرويصات ديال البوارو، بحال هكا ثلاثة هكا د الرويصات لي درت أنايا. هانتوما قطعتهم هما، هادو ها واحد ها جوج ها ثلاثة، وهادو ديالهم العويدات ديالهم. وعندي كيف قلتلكم بصلة بطاطا، وعندي لي هنا في العطرية كاين لي واحد شويه ديال الكنور، الدامات كنور. لا بغيتو ديروها ديرو، هاد البنه بغيتوش بلاش، وشويه د الابزار والملح. هادو هما القياس اللي كندير، هادشي اللي كندير انا فيها في العطريه. هادي العطريه ديالها، ما كيكونش فيها هي العطريه بزاف. الملح ديرو غير شويه على حساب الكنور، وعلى حساب الفرماج غنديروه مالح. وعندي جوج ثلاثه د الفرماجات، لاباش كيري ولا كيري ولا جبن، اي جبن متوفر عندكم طحنوا به، ديروا ريكوتا، ديروا جبلي، اي فرماج. المهم هي كيكون فيها الفرماج، اي جبلي، اي زعما انا فرماج. وعندي الحليب باش غنطحنها في التالي تطيب، ماشي دابا، انا غير كنوريكم المقادير. هادشي غنحضموه من بعد، حيدوه دابا ما غنخدموهش دابا، هاو ابار غير غنوريكم، وريتكم المقادير اللي كيكونوا فيها. دابا غادي نقطع هادشي في الطنجره، انا نرجع معكم. هانتوما انا الطنجره هي هادي، هادي هانتوما هاد الطنجره. دابا غنقطعوا فيها هادشي ان شاء الله باذن الله. شي كتشدو البطاطا بحال هكا، تتقطعو مي طريفة حيت غنطحنوها بحال هكا في الطنجرة. هكا ساهلة، ماشي صعيبة، راه ساهلة، شي حاجة ساهلة. هانتوما ديما راه كنبغي نوريكم شي حاجة ساهلة. هانتوما غادي تقطعو هاد البطاطا، هانتوما تبقى كبيرة هي من بعد غيتطحن كلشي. والبصلة هانتوما،
صافي. وهاد البوار حتى هو تنقطع حتى هو طريفات بحال هكذا، كلشي تنقطع طريفات ما كيتطحن كلشي. هانتوما كلشي بحال هكذا، كيكون فيها لا ربيع لا والو، كيكون فيها ش الربيع هادي، غير هاد المقادير اللي عطيتكم دابا صافي. هانتوما هانتوما انا قطعت كلشي، ها هو دابا غنديرو العطريه ديالنا ها هي. ندير واحد القطيره ديال الزيت مائده ماشي البلديه الاخرى روميه. هانتوما قطيره الزيت صافي، كنديروا القياس ديالنا د الماء وكنسدوا عليها الطيب. هانتوما ما فيها والو، هانتوما ساهله كتجي لذيذه. داك ملي كنبعد ملي كطيب تنطحنوها بالفرماج، كنطحنوها بهذا الماء ديالها وكنزيدوا معها الحليب. هانتوما الماء فاش غطيب كنطحنوها به. دابا نرجع معكم اللي بغي نطحنها حتى النهاية ان شاء الله. انتما معايا المهم القياس ديال هاد الماء فاش غطيب هو هذا. انتما دابا غنسدو عليها رجدها طيب، ومن طيب نبغي نطحنها نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما المشاهدين الصبه ديالنا بعد ما طابت هي هذه، غنطحنها كتجي بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نطحنها انتما هذه، غادي نديرها في الخلاط وغنطحنها. نطحنها ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم كيفاش جات. ثم دابا غادي ندير لها الحليب والفرماج. ها انتما الحليب، ندير شويه الحليب ماشي بزاف، ثمن شي كاس الحليب. هذا السيتر ما درتوش كله، درت فيها الربع ربع. الفرماج كون الفرماج اي فرماج ديروه كما كان كيجي فيها زوين. درت لاباش كيري، نتوما ديروا جبلي ولا ريكوتا ولا اي فرماج كيعجبكم، لا كيري حتى كيري تجيبها زوينه. ماشي اللي كان نطحنها، انا دابا درت لها الفرماج غنطحنها ونرجع معكم ليكم في هذاك الصداع ديال المهم ديال الماكينه وما يجيش الفيديو طويل. ايوا هادشي اللي كاين، وانتم معايا ان شاء الله. دابا درت الحليب فيها، درت الفرماج صافي. هذا هما اللي كيكون فيها، هادشي ما تيكون فيها تجي لذيذه تصبه وزوينه. يلا نرجع معكم ان شاء الله. انا طحنتها هي هادي تجي زوينه. كتجي خاطرة كتجي لذيذة، منقولكمش المذاق تيجي هو هدا. ها هانتوما كي تتجي هي الصلصة ديالنا، شاركتها معاكم. هانتوما كي تتجي راه كتجي منقولكمش كتجي لذيذة بزاف، داكشي علاش بغيت نشاركها معاكم. متيبقى باين فيها والو، كتجي لذيذة في المذاق وخفيفة. دابا في الصيف ما دابا الحريره كتجي شويه ثقيله، والصبات الخضراء حتى هي كتجي ثقيله، ونبدلو شويه والتيشه التشعير وداكشي كلشي تيجي ثقيل دابا مع الصيف. درنا هاد الصبه هادي خفيفه، صبه البطاطا والبوارو البصله كتجي لذيذه وزوينه، وشاركتها معكم. وهانتوما معايا تنرجع معكم، دابا ردها تغلي غير واحد شويه ونرجع معكم. هانتوما المشاهدين رجعت معكم بعد ما وجدت الصبه، طحنتها ورديتها شويه غلات غير شويه ماشي بزاف، غير حتى تبغيو تشربوها عاد تسخنوها بحال غتغلي تسخنوها وصافي. هي راه طايبه ملي كنطحنوها كلشي مقاده، كتسخنوها وصافي. المهم كتجي على هاد الطريقه كتجي زوينه. هانتوما تبدلوا بها اللي بغى يبدل بها، راه كتجي زوينه دابا في الصيف. وهادشي اللي كاين، وانا راه كيف قلت لكم كنبغي نشارك معكم اي حاجه بغيت نديرها، كنبغي نشاركها مع خوتي، كنشارك معكم نهار شنو درت فيه
وهادشي اللي كان اليوم، مشيت درت اللقاح ديال كورونا الشوكة، وجيت راه دابا تبعوا الفيديو وشاركت معكم داكشي اللي درت. شويه الشوكة ضرتني شويه، ولكن ماشي مشكل، دابا تبرى ناخذ واحد الطوري بخانك الله تعالى. يدي ضرتني شويه الاولى، ما ضرتني شويه، هذه ضرتني التاليه. ايوا هادشي اللي كاين، والله يجعل ربي يرفد علينا هاد الوباء يا ربي، هاد المرض يهزو علينا سيد ربي، نكونوا وليو كيف كنا يا ربي يا ربي. واللي جايين من برا الله يجيبهم على خير، يشوفوا والديهم وحبابهم، الله يجيبهم ويرجعهم على خير وبخير يا ربي. وهادشي اللي كاين اخوتي، وانا كنشارك معكم داكشي اللي درت، انا شاركته معكم، كنتمنى الفيديو يعجبكم، شكرا لكم بزاف بزاف. ما تنساونيش من جيم فضلا وليس امرا، وديروا لنا المشاهده كامله، الله يجزيكم خير باش يطلع شويه الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف. وكيف قلت لكم لي اول مره تشوف القناه، ما ينساش يشترك في القناه باش يتوصل بالجديد، وشكرا لكم اخوتي، شكرا، تنشكركم القدام والجداد كلكم عزاز وغاليين، وبسلامة عليكم فيديو اخر ان شاء الله. وهذه هي الصوبه ديالنا اللي شاركت معكم، ما تخليوني وما تنساوش ما تنساونيش من الكومونتير ديالكم، زبيبوني التعاليق، وهادشي اللي كاين اخوتي، وبسلامة عليكم.